زكريا، فاش كيموت لينا واحد من الوالدين كيتهرس العمود الفقري. بيان سير، واه انا كنعرف الموت الوالدين اقبح حاجه كاينه في الدنيا. كاينين جوج مصائب في الدنيا، المرض ديال اللي الناس عزاز عليك والموت الوالدين. توحشتي ماماك؟ جدا كنتوحشها، في كل شويه ديال الوقت كنكون توحشها. بار اكزومبل بعض المرات، غير مؤخرا وقيلا غير البارح، كنت داخل الدار بحال قلت شي واحد لاكسيون وانا نتخيلها انها غتكون جالسه في واحد البلاصه، واش فهمتي شنو بغيت نقول؟ دونك واحد الانسان اللي كتكون دوزتي معاه شي حوايج اللي ماشي نهار ولا يومين ولا عام ولا عامين، راه دوز معاه 20 عام، فهمتيني شنو بغيت نقول؟ صافي دير ما غاديش يقدر يتم حالك داك الشيء في عام ولا عامين ولا سميتو. باقيين دوك لي سيركونستونس صغيورين، دوك الظروف صغار، داك الشيء ديال الصغر كتفكر كتقول راه تنخاف من الظلام، مش علي لي الضو باش ندوز من هنا، تبقى تفكر واش فهمتي شنو بغيت نقول. سيرتو انا واحد الانسان اللي بونسيف بزاف، تنكون جالس بعض المرات تنفيق بعض المرات من النعاس ما تندير والو، تنبقى نشوف في السقف وفي ست سوايع الراس، واش فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دونك الله يرحمه والسلام. عشت معاك هي فوقاش ماتت؟ 2014. عشت معاك شويه ديال لادوليسونس، ديال المشاكل، ديال الحبس، ديال كان واحد لافونتاج اللي هو زوين، حنا من داك النوع اللي كنا تنديروها وتندخلوا للدار حادين راسنا بحال ما كاين. ما عاش معاك ليامات الحبس؟ لا، هذا الشيء هو اللي تنقول بعدا واحد الكوطي الحمد لله، حيت ما عرفتش كيفاش غتلقى، هي التجربه ديال تشديت الله يسر ولا شي حاجه، والله يكون في العوان لكاع الامهات ديال المساجين، حيت هما مساكن اللي معذبين برا، الكبده صعيبه.